عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر دعا لعمر رضي الله عنه أن يموت شهيدا، والأثر عند ابن ماجه وفي مسند أحمد وغيرهما، وسيتكلم عن خلاف أهل العلم فيه بعد أن أذكره بإذن الله. أن عمر رضي الله عنه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وكان يرتدي ملابس بيضاء، قميصا أبيض لابس بيضاء، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام أن أجديد أم قديم، فأجابه عمر رضي الله عنه جديد، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام البس جديدا وعش سعيدا ومت شهيدا، البس جديدا وعش سعيدا ومت شهيدا. ولا شك أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام مستجاب، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام أن يموت شهيدا. هذا الأثر كما ذكره ابن ماجه في السنن وفي مسند أحمد وفي غيرهما من دواوين، من بعض دواوين السنة. هذا الأثر أعله بعض كبار النقاد من أهل العلم ومن المحدثين كأبي حاتم الرازي ويحيى ابن معين وغيرهما، وأيضا أعله أبو داود وغيرهم من أهل العلم، وحسنه بعض أهل العلم. فممن حسنه بشاهد الله وإن كان ضعيفا، الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله حسنه، البوصيري عليه رحمة الله حسنه، ابن حبان أو صححه، وأيضا حسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله. فالأثر كما سمعنا، وعندك حديث الذي في البخاري اللي هو حديث أنس الذي ذكرناه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مقررا وليس الدعوة فقط: أثبت أحد فما عليك إلا نبي وصديق